منذ إسناد عملية إنجاز الطريق الرابط بين تمرسة وعين قزام على مسافة 400 كيلومتر إلى كل من المؤسسة العمومية لأشغال الطرق للوسط وإحدى الشركات الخاصة، تقدمت الأشغال بوتيرة معتبرة. طريقة خاسرة وفيها الصابلاج وفيها الحفر سمعت وعمرها ما تسق وما تقع. السيارات الصغار ما يمشوش، ها؟ لا لي كات كات وخلاص. إيه والحمد لله دوك راه نشوف الشركة كامل يخدموا. عندي مدة ما جيت بصح راني نشوف فيه ما شاء الله يخدموا. عندنا لاغراف المادة الأولية لاغراف اللي نخدموا بها رانا نجيبوها على 130 كيلو 140. عندنا أحيانا المشكل تاع المياه. من جهة أخرى يعرف الطريق الرابط بين عين قزام وحاسي تيرينين نحو الحدود مع النيجر تقدما ملحوظا في الإنجاز. خصصنا مناصب عمل للعمال داخل الولاية تقريبا 20 منصب عمل مختلفة. المشروع هذا هو أن يعاوننا شوية احنا أولاد البلاد هنا، كما أمور هذه نكونوا جولات تكوينية يسمى يزيدوا يعلمونا على حوايج واحدين أخرين. استفدت الولاية منتدبة عين قزام بمشاريع يعني معتبرة في قطاع الأشغال العمومية، منها في إطار برنامج تأمين الحدود خاصة هذا الطريق اللي رانا واقفين فيه بين عين قزام وتنزا وطين. هي جهود تبذل لفك العزلة عن المناطق الحدودية، فيما يبقى احترام المقاييس والمعايير التقنية لإنجاز هذه الطرق مطلوباً.